ما يخص ما فعله أبو بكر بعد السقيفة في من الهجوم على بيت فاطمة، طبعا في سؤالك أيضا السابق، نعم أنا كنت أشك في هذه القصة، لكن وجدتها من ثمان طرق، أو أول ما لما وجدتها من ثمان طرق، منها طرق سنية وصحيحة، قلت بصحتها على وجه الجملة دون التفاصيل التي يذكرها الأخوة الشيعة، بعض التفاصيل الشنيعة لم تثبت عندي طبعا. ثم وجدتها من 36 طريقة تقريبا، يعني كان ثمانية ثم أصبح عندي الآن 36 إسناد في قصة الهجوم على بيت فاطمة. أما لماذا؟ في ظني أن أبا بكر رحمه الله وسامحه ورضي عنه كان يشعر بالضعف، لأن الاختلاف الخزرج اعتزل عنهم كبير الخزرج أو سعد بن عبادة، وبقي معه خاصة بن الحارث وبن النجار، بقي معه أيضا أهل بيته كانوا أكثر عصبية له ومنهم قيس بن سعد بن عبادة وهو بدري، بنو هاشم أيضا منعزلون عنه، لم يبق معه إلا طلقاء قريش وبعض المهاجرين وقبيلة أسلم التي كان يظهر في تخطيط لدخولها المدينة، 4000 دخلوا يعني فجأة المدينة وحسموا الأمر لأبي بكر. ففي هذه الأثناء قبل كان هناك نوع من التخوف، وكان مدفوعا أبو بكر من خلال قراءة سيرتي له كان أكثر من مرة يندم ويرجع ويحاول أقيلوني فلست بخيركم، يعني يحاول أن يدفع الأمر إلى أن يعيد الأمر إلى الناس، إلا أنه يجد من يدفعه إلى التمسك بموقفه، وخاصة كان عمر بن الخطاب أيضا سامحه الله ورضي عنه كان ممن يدفع أبا بكر إلى التمسك بموقفه، لأن عمر لم يكن له سابقة مثل سابقة أبي بكر، لم يسلم إلا متأخرا في العام السادس تقريبا، ولم يصحب النبي في طيلة العهد المكي تقريبا بمعنى الصحبة، لأنه بعد ما أسلم صار حصار الشعب ولم يصحب النبي فيه، طبعا كان من بني عادي ولم يكن من بني هاشم ولا بني المطلب. ثم بعد الثلاث سنوات كان هناك العرض على القبائل، وكان مع النبي مرة علي مرة زيد بن حارثة مرة أبو بكر، لكن عمر أيضا لم يكن، فالعهد المكي كله تقريبا لم يصحب عمر بمعنى الصحبة، ربما لقاء لقاءين ثلاثة أربعة عشرة لما تسمى الصحبة. في العهد المدني أيضا سكن في العالية شرق المدينة، وكان فعمر لم يكن متعلما يعني، وحتى أخذني بعض الأخوة عندما هذا أفضل اعتذار عن عمر لما فعله، أفضل اعتذار أنه لم يكن ملتصقا بالنبي تمام الالتصاق حتى يعني ينعكس فيها التأثر النبوي. العالية كانت تبعد 5 كيلو عن المدينة، ويحضر جمعة بعد جمعة، أو يعني هو وعتبان بن مالك كل كان أخوه من الأنصار، فظني أن أبا بكر كان يشعر بضعف وأزمة، فأدى به إلى اقتحام بيت فاطمة، إلى إحراق الفجاء السلمي، يعني الفجاء إحراق رجل يزعم أنه مسلم، قتل مالك بن نويرة، التمثيل الكبير بأم قرفة، هذه أم قرفة من سلالة بنو فزارة، من بيت فزارة، هي قريبة من نفس البيت، وكان لها 50 من أقاربها، وكانت عزيزة في قومها، ف يعني أيضا واليه أو أميره عمل على شقها نصفين عبر طرفين يعني، ونسبت هذه القصة. هنا أيضا فائدة التاريخ أنه إن فعل أحيانا بعض الخلفاء فعلا شنيعا، يحاول المعتذرون أن ينسبوا القصة، يقدموها إلى أنها حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني يصبح شرعية عمل مشروع قرو معروف رحمته، ومعروف أنه أرسل رحمة العالمين. فإذا أبو بكر ظني أن هذا سؤالك الأخير كان يشعر بما أسميه ضعف، الذهول مع الضعف يؤدي إلى تصرفات طائشة أحيانا خاطئة، ثم ندم. طبعا أبو بكر ندم في آخر حياته أنه كشف بيت فاطمة، وتمنى أنه لم يكشفه ولو أغلق على حرب.